يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. بالتأكيد اهتمامنا المستمر في برنامج سيدتي بمصممات الأزياء السعوديات يعكس حالة صحية من المنافسة المتزايدة في هذا المجال، بعد أن خطط فيه السيدات خطوات تستحق الإشادة. فقرتنا خلال هذا اليوم راح تحمل بصمة مصممة سعودية التحقت في هذا المجال منذ 6 سنوات، وراح تكشف لنا اليوم عن مجموعتها الجديدة في عالم العبايات الذي أصبح بكل تأكيد له سوق رائجة في السعودية. خلونا نتعرف على ضيفتنا من استديوهات جدة، الأستاذة ميسون الإدريسي. أهلا وسهلا فيك أستاذة ميسون في سيدتي. أهلا حبيبتي، هلا فيك. أستاذة ميسون، في البداية حابين نعرف يعني المشاهدين متى دخلتي مجال تصميم الأزياء وكيف كان بداياتك؟ دخلت تصميم أنا تصميم العبايات وفي البداية كانت بين الأهل والصديقات، إلى أن طورت من نفسي الحمد لله وأصبح لي اسمي وبتعامل مع يعني اتعرف اسمي عن طريق السوشيال ميديا أكثر، وتعاملاتي مع مشاهير وبعض الفنانات، تغطيتي لمسلسلين الحمد لله، يعني طورت من نفسي في هذه الفترة. ممتاز. طبعا أستاذة ميسون، يعني إيش تشوفين اللي تغير في مجال تصميم الأزياء وتصميم العبايات بالتحديد عندنا بالسعودية؟ تشوفين وين وصل السعوديات في تصميماتهم في إبداعاتهم؟ طبعا شيء أكيد إنه العباية هي شيء أساسي للمرأة السعودية، ما بتقدر يعني ما بتقدر تستغنى عنه. وطبعا بنواكب الموضة وطلبات العميلات، يعني بنشوف إيش سوق العبايات يحتاج من تغيير، من إبداع، من تغيير في الألوان، فأصبح في تطور يعني في مجال العبايات أكثر بالقصات وبالألوان يعني نقول. طيب تصاميم المصممة ميسون الإدريسي، يعني بالذات وبالتحديد المجموعة الجديدة، إيش هي تفاصيلها؟ ويعني هل هي استعداد لموسم رمضان؟ يعني ممكن نقدر نقول داخل في تصميماتها أيضا؟ أكيد طبعا، الحمد لله أنا دائما بكون مستعدة لأي موسم، والآن عندنا تشكيلة لرمضان والعيد. اعتمدت تشكيلتي الأخيرة اللي أنا أطلقتها إنها بتكون كلاسيكية تقريبا، بقصات كلاسيكية، وما استخدمت فيها إلا الحرير، طبعا الحرير الخام، وأنواع من الدنتيلات مختلفة. أنا بالعادة ما بكثر يعني بهرجة في العباية، أحب أركز إنه العباية تفضل بمسمى عباية يعني. طب إيش مسمى العباية بالنسبة لك يا أستاذة ميسون؟ مسمى العباية عزيزتي يعني إنه نحافظ على شكل العباية. في بعض العبايات حاليا طبعا ليها ناسها وليها طلباتها، بس أنا شخصيا أحب أن تكون العباية ساترة مريحة، حتى لو غيرنا فيها شوية بالألوان شوية، بس أنه ما تكون مايلة اللي في قصات تكون مايلة على توب أكثر من عباية. أنا أحب أن تكون العباية يعني فضفاضة واسعة، هي في الآخر للسترة، ومهم الأناقة طبعا يعني انها تكون انيقه وجميله في نفس الوقت. اكيد، وهي ايضا هي اللي تميز يعني العبايه المراه السعوديه والمراه الخليجيه ايضا. طيب استاذه الخليجيه طبعا اكيد. استاذه ميسون، يعني حابه لو تكلمينا ايش هي الخامات والالوان اللي دائما تحبين تعتمدينها في تصميماتك؟ انا تصميماتي ترتكز اكثر شيء على اللون الاسود. الاسود بحده فخامه، زائد انه العبايه اصلا سوداء. طبعا مع تواكب الموضة والطلبات لازم انه نبدع اكثر في العبايات، فبدخل فيها تصميمات معينة، ان كان من الخامات الحرير او من الوان قصات اقمشة، يعني لازم تكون، حتى لو اني بدخل الوان تكون الالوان راكزة، ما احب الالوان الصارخة. طيب يعني ركزتي بشكل كبير على الوان العباية الاساسية اللي هو اللون الاسود، يعني ومع دخول الأسود وبحب أضيف له لمسة. ممتاز، تفضلي أستاذ ميسون. بحب أضيف له لمسة اللي هو أني أكسر اللون، معلش عشان الصوت، فأحب أني أكسر اللون، أدخل له تصميم معين يعطي أناقة، لأنه العباية شيء أساسي، فيعني هي اللي ظاهرة في الست الخليجية والسعودية بالتحديد. أكيد فلازم تكون عندي أنيقة واسعة ولا مانع من أني أستخدم ألوان تكون يعني باللي تحدد ذوقي الشخصي، ما احب الالوان الغامقه.
تطريزات وكلف معينة، يعني أنا بختارها بدقة صراحة، يعني لازم تكون من أجود الأنواع. طيب أستاذة ميسون، يعني تشوفين ما شاء الله المرأة السعودية وسيدات المجتمع يمكن لهم شغف كبير بدخول مجال الأزياء وبدخول يعني مجال تصميم العبايات ومجالات كثيرة، يعني كيف تقدرين مثلا تختارين يعني التصاميم الجديدة، يعني بيكون بحيث أنه ما يكون مثلا تقليد للمنافسات الموجودات في السوق وأيضا بعيدا عن المغامرة؟ أكيد طبعاً مطلوبة، يعني السيدة السعودية ما شاء الله مبدعة في مجالات عديدة وفي منافسة قوية من ناحية تصميم العبايات، لكن كل واحدة يعني بيكون لها اللاين الخاص بيها والستايل المعين بيها اللي يعكس الذوق الشخصي. وطبعاً يعني الناس أذواق، ممكن ناس تتجه إلى الألوان، ناس إلى الآن متمسكة بالكلاسيكية العباية اللي هي اللون الأسود. وأكيد طبعاً العباية تختلف ارتدائها للمناسبات على حسب، تفرق العباية العملية عن عباية السهرة، يعني على حسب الطلعة اللي تحتاجها العباية، هذا شيء مهم يعني. أكيد طبعاً. أستاذة ميسون، في البداية ذكرتي أنك شاركتي في 2 من المسلسلات التلفزيونية في تقديم تصميماتك للعبايات من خلالهم، يعني أتوقع أن كان لك مشاركة يعني في تصميمات المجموعة هذه ولبسها من خلال الممثلات والشخصيات المشهورة، كيف تم هذا التعاون؟ التعاون يعني جدا أنا سعيدة بأنه وصل اسمي وعباياتي نالت إعجاب الكثيرين من عميلاتي ومن الفنانات اللي أعتز بمتابعتهم لي على حسابي في الإنستغرام، فهو تم أنه يعني تابعوني على الإنستغرام وصار التعاون مع شركة الإنتاج، وشيء يسعدني ويشرفني أنه اللي قدمته ليهم أعجبوا فيه جدا وارتاحوا فيه جدا، وكان إنه أنا كنت أصبحت يعني جزء من العمل، إنه غطيتهم بالعبايات بتصاميمي معينة. وطبعا للمسلسلات بالذات بتكون تصميم العباية على حسب الشخصية، أنا بصمم على حسب الشخصية، بيكون عندي النص وبعطيهم بنفذ لهم اللي هو تصميم العباية على حسب الشخصية والملائم بها، والحمد لله إنهم أعجبوا جدا يعني بالأشياء اللي أنا قدمتها وأتشرف بمعرفتهم يعني. ممتاز. طيب تشوفين أستاذة يعني ميسون أن العباية تدخل في شخصية المرأة وتكوين شخصيتها وتعابيرها وأنوثتها؟ شيء أكيد أكيد العباية تعبر عن شخصية المرأة، لأنه هو الشيء الظاهر في السيدة السعودية بالتحديد والمرأة الخليجية، إحنا ما بنستغنى عن العباية، فالعباية شيء أساسي في حياة المرأة وتعبر عن شخصيتها فعلا. طيب أستاذة ميسون، يمكن كان لنا حديث كثير عن دخول يعني العباية في المرأة السعودية وأساسياتها والعباية الكلاسيكية، فنقدر نقول مثلا أن العبايات اللي تصمم اليوم بيد السعوديات أصبحت يعني أكثر طلبا في الخليج؟ يعني مثلا حضرتك أستاذة ميسون كمصممة سعودية، جاتك طلبات من خارج السعودية؟ أي نعم، جاتني طلبات من خارج السعودية، عباياتي الحمد لله وصلت ل جميع دول الخليج تقريبا، وحتى انها طلعت عن نطاق الدول الخليجيه الحمد لله. طيب يعني بايش تشوفين عباياتك؟ بايش تصفينها استاذه ميسون؟ انا اوصف عبايتي انها في البدايه لازم تكون مريحه، مريحه بالاستخدام، طبعا لازم نراعي الاجواء الحاره وانه احنا بنلبسها طول الوقت، زائد انه تكون الجود كواليتي في كل حاجه انا بختارها، الفينيشنج يكون يرضيني انا قبل ما يرضي العميلات، والحمد لله انه دائما من كوليكشن لكوليكشن بتطور وبيكون كل كوليكشن مختلف عن الثاني، واهم شيء انه بيعجبوا فيه اللي العميلات وكل المتابعين لي الحمد لله. الحمد لله. أكيد أستاذة ميسون الحديث يعني عن العبايات وتصميمها راح يطول، لكن بستأذنك واستأذن السادة المشاهدين نطلع فاصل قصير من بعده ومستمرين معكم مشاهدينا.
جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تصميم العبايات مع المصممة السعودية من استديوهاتنا في جدة، الأستاذة ميسون الإدريسي. أستاذة ميسون، يعني تحت الهواء أثناء الفاصل ذكرتي أنك تصممين عباياتك خارج السعودية، يعني حابة لو تكلميني عن الموضوع، وإن لك تقريبا أماكن تتعاملين معها في الخارج يعني لتفصيل العبايات. أي نعم، أنا العبايات اللي بفصلها والأقمشة اللي بختارها كلها من خارج المملكة، لكن أنا المشغل اللي بتعامل معاه شخصيا هو متواجد في دبي، والحمد لله دائما أنا متنقلة بين دبي وجدة، ولي عميلات أسعد بيهم وأهل في الإمارات بيشجعوني دائما وبيحبوا إنهم يتعاملوا مع التصاميم اللي مختلفة عن الطابع الإماراتي. يعني صح إحنا الخليج كلنا بنلبس عبايات، لكن العباية السعودية تختلف عن الإماراتية عن الكويتية عن البحرينية إلا ما يكون فيها اختلاف معين. لكن أكثر عباية بتكون مقيدة هي العباية السعودية. طيب أستاذة، لها تصميمات معينة ما نقدر نطلع عنها. إيش أبرز التصميمات يعني مثلا تطلبها المرأة السعودية بالعادة في عباياتها؟ طبعا المرأة السعودية دائما مواكبة للموضة ودائما أنيقة ودائما بتحب أنها تكون متجددة دائما، والعبايات تتغير باستمرار. فمن عميلاتي وصديقاتي اللي بيستخدموا من تصاميمي الحمد لله بوفر لهم اللي هي العبايات العملية والعبايات السهرة اللي بيقدروا يستخدموها في كذا مناسبة. يعني فأنا دائما أصر على أنه كل مناسبة لها عبايتها، يعني الواحد يلبس العباية على حسب المكان اللي هو متواجد فيه. هذا من رأيي الشخصي. كان لك تعليق على هذه النقطة يمكن أثناء الفاصل تحت الهواء أستاذة ميسون، يعني أن في بعض السيدات ونقاط كثير تزعجك يعني وأخطاء كثيرة في ارتداء مثلا عباية لمناسبة في مستشفى أو في مول أو شيء، يعني فإيش تعليقك بالنسبة لهذه الأخطاء؟ أنا فعلا بتلفت نظري لما أكون في مول أو في مستشفى أو في بعيد الشر عن السامعين عزة. أنا كثير بلاحظ أنه ناس بتروح عزة لابسة عبايات سهرة، فهذا شيء غلط أصلا. يعني مراعاة لشعور الناس اللي أنت رايحة تعزيهم، زائد في المول أنه أنا ما أحب الالتفات أنه تكون ملفتة وتكون مبهرجة. يعني عباية السهرة حلوة للمناسبات للسهرات، العباية العملية يعني أنا شخصيا على حسب الكوليكشن اللي بيكون موجود قدامي بحدد هذه العباية ممكن فين تتلبس ومتى تتلبس. هذا شيء مهم. يعني أكيد طبعا في أوقات يعني للبس كل عباية وتصميمها وأيضا ألوانها والخامات اللي فيها وإضافاتها. أستاذة ميسون، أكيد طبعا أكيد يعني طبعاً. اشتغلتي شخصيات كثيرة يعني ومن ضمنهم مشاهير ممثلات أيضا، صممتي لهم عبايات أستاذة ميسون، يعني من هي أبرز الشخصيات اللي صممتي لها عباياتها؟ أكيد أتشرف بكل الشخصيات اللي أنا تعاملت معاهم اللي ساندوني من البداية كأهل وأصدقاء وصديقات ومعارف، إلى أن ما شاء الله أصبحت تصاميمي هي اختيار المشاهير، أنه بيدخلوا على حسابي أو بيتصلوا علي شخصيا بيحبوا أنهم يلبسوا عباية ميسون الإدريسي. بالدرجة الأولى بتكون مريحة، طبعا أوجه لهم تحية كبيرة، الفنانة المتألقة يامور هي أكبر فنانة لها أكبر حصة، يعني أكثر فنانة لها أكبر حصة من تصاميمي. تعاملت مع صمود الكندري، تعاملت مع الفنانة منى شداد، مع باسمة حمادة، العزيزة شفيقة يوسف، فخرية خميس. الحلو أنه تعاملت معاهم، وفي بعض العميلات بيصيروا صديقات لي من بعد ما بنتعامل مع بعض، فهذا شيء جدا يسعدني ويشرفني، لأنه مهم جدا طريقة التعامل مع العميلة وتوفير لها كل سبل الراحة وكل ما هي تطلبه. يعني لازم يكون
منفذ. ولو ما كانوا مرتاحين يعني تعرفي خصوصا الفنانات والمشاهير عندهم خيارات عديدة. صحيح. فلما يكونوا مرتاحين مع عباياتي ومع تصاميمي هذا شيء يعطيني دافع أقوى أكيد للاستمرار ولإثبات نفسي أكثر وأكثر إن شاء الله، ودائما بتعاملات مستمرة معهم إن شاء الله. إن شاء الله. يعني ذكرتي أن في يعني زباين لك وعميلات تحولت يعني علاقة أن فقط عميلة مثلا جاية تطلب مثلا تصميم معين للعبايات إلى صداقة، يعني كيف ممكن يعني تتحول العميلة إلى صديقة مع مصممة الأزياء؟ وهذا الشيء يعني إيش يضيف للتصميم نفسه؟ يعني هو الحمد لله أهم شيء مثل ما ذكرت طريقة التعامل مع العميلة، لازم تكون مرتاحة مع المصممة اللي هي بتتعامل معها، لازم أفهم هي إيش احتياجاتها، إيش رغباتها، إيش تحب، إيش ستايلها بالضبط. فلما أوفر لها كل متطلباتها، وطبعا الصداقة الأشياء هذه بتيجي مع مرور الزمن مع التعامل، وهذا شيء جدا يسعدني ويشرفني انه عميلاتي يصبحوا صديقاتي. انا يهمني معرفة الناس ومكسب الناس، يعني هي اهم. اكيد طبعا. طيب استاذة ميسون، يعني لاحظنا من خلال الصور اللي تعرض معنا على الشاشة ان الغالب على العباياتك وتصميماتك اللون الاسود، يعني وقليل من الالوان، ما في الوان كثيرة مثل احنا نشوفها الفترة الاخيرة والآونة الاخيرة، ان مثلا العباية والطرحة او الشيلة لونهم جدا مختلف، مثلا لونهم رمادي بني كحلي اسود، يعني غير الاسود. فايش تعليقك على هذا النقطة رغم انك ذكرتي في البداية انك حابة اللون الاسود؟ تعليقي عزيزتي هو طبعا اكيد كل مصممة لها اللاين المعين اللي هي بتشتغل عليه وعلى حسب ستايلها، وكل تصميم بيعكس الذوق الشخصي حق المصممة نفسه. صحيح. فانا ستايلي والذوق اللي انا اللاين اللي انا ماشية عليه، انا احب الاسود لانه الاسود فخامة كلاسيكية، وفي الاخر احب اتمسك بمسمى العباية. فممكن العبايات الملونة اللي بالطرح الملونة ممكن يستخدموها عميلاتي في كسفر انه يسافروا بيها، بس انه صار انه مواكبة الموضة، فانا كمان بشوف الوان عبايات انا بالنسبة لي ما تصلح انها تكون لون عباية، يعني بيكون ملفت اكثر. صحيح. طيب يعني لو تكلمنا شوي على ألوان العبايات يعني واختيار المرأة السعودية لعباياتها، كيف المفروض يعني المرأة تختار عبايتها إذا كانت في مناسبة إذا كانت في العمل؟ إيش تفاصيل مميزات وخامات كل عباية؟ العباية العملية طبعا بتكون جدا خفيفة، يعني بركز إنها تكون فيها قصة غريبة شوية، لكن ما بكثر فيها انه دانتيلات او لانه اوريدي المراه العمليه تبغى حاجه مريحه. فممكن انه تستخدم الوان هاديه، انا بستخدم البيج البني، الالوان اللي استخدمت في الكوليكشن الجديد لون الماروني، بعيده عن الالوان الصارخه، يعني حتى لو استخدمت الوان في عبايتي بكون بعيده عن الالوان الصارخه. غير عبايه المناسبات طبعا لازم ابدع فيها من ناحيه التطريز او من ناحيه الكلف أو الدانتيلات اللي أحب أستخدمها اللي بتعكس طريقتي أنا في ستايل العباية. طيب يعني وآخر كوليكشن كان إنه كلاسيكي. إيش تميز هذا الكوليكشن أستاذة ميسون؟ تميز إنه مختلف عن كل كوليكشن أنا بقدمه، عملته كله بقصات مختلفة لكن تقريبا متشابهة. حبيت الستايل الكلاسيكي المريح اللي قريب من قصة البشت لأنها مطلوبة كثير حاليا من العميلات، فحبيت أعملها بطريقتي وإضافة دانتيلات وتصميمات معينة خاصة بي وتحمل طابع اسم ميسون الإدريسي. أكيد طبعا، يعني طبايعك مميزة في تصميماتك أستاذة ميسون، واعتمادك على اللون الأسود اللي هو اللون الرئيسي والأساسي لعباية المرأة السعودية والخليجية. أستاذة ميسون، يعني لما نقول شهر رمضان وموسم رمضان يعني على الأبواب وقريبا بإذن الله، يعني دائما نربطه في العباية وستر العباية وحشمة العباية السعودية، بإيش المفروض تتميز يعني عباية في رمضان من ألوانها وخاماتها؟ وأيضا يعني أي امرأة سعودية حابة تروح تشتري عباية مفروض على إيش تركز؟ كل سيدة لازم تركز على العباية
اللي تكون مناسبة أول شيء لعمرها، لتفاصيل جسمها، هذا شيء مرة مهم. يعني أنه ما تكون سيدة لابسة عباية ضيقة عليها تبين تفاصيل الجسم، هذا شيء أنا بالنسبة لي جدا ضروري. وطبعا الحشمة مطلوبة في كل وقت، ما هي بس في رمضان، لكن في رمضان يعني ما شاء الله بتكتر الجمعات، زائد أنه بيحتاجوا السيدات أنهم يروحوا يصلوا في المساجد أكثر في وقت رمضان. صحيح. فلازم نركز على العباية أنها تكون بالحشمة وتستر، وفي نفس الوقت تكون أنيقة وبألوان غير صارخة. طب في الختام أستاذة ميسون، إيش يعني نصيحتك للمشاهدات للاعتناء بالعباية؟ الاعتناء بالعباية أكيد بيكون على حسب جودة العباية نفسها. العباية لما تكون good quality أكيد حتستخدميها أكثر من سنة سنتين، وهذا الحمد لله اللي بيحصل مع عميلاتي. بشكل شخصي أنا لما أي واحدة بتسألني عن كيف العناية بالعباية، يعني أفضل أنه عدم غسلها في البيت، لها الدراي كلين، لأنه بيحافظ عليها، بيحافظ على الدنتيلات الموجودة. فأنا أنصح كل واحدة إذا تبغى تحافظ على عبايتها أنه ما يتم غسلها بالبيت. يعني مع هذه النصيحة الجميلة، يعني المفروض العبايات فعلا تنغسل بخارج المنزل للاهتمام والاعتناء بها. مصممة الأزياء السعودية الأستاذة ميسون الإدريسي، شكرا لك. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، خلود المكاوني فنانة تشكيلية تعشق رسم الوجوه وتنافس أكبر الفنانين بلا حدود.